إنكم أمام حدث فارق في مسيرة حياتكم، تبدأون من خلاله مرحلة جديدة، سلاحكم فيها العلم، وذخيرتكم القراءة، ودرعكم حميد الخصال، فحري بكم أن تتمسكوا بها لتجمعوا بين قوة الحجة وحسن البيان، ليكون لكم نعم المعين على إظهار الحق وحماية حقوق الدولة. دي كانت رسالة وزير العدل للمندوبين المساعدين والأعضاء الجدد اللي تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة، وكانوا بيأدوا اليمين القانونية في احتفالية مميزة. ما أكيد انتظروا فترة لا بأس بها، وخدوا كميات كبيرة من مباشرة العمل والقضايا خلال الفترة التدريبية الحالية اللي هم بيشغلوا فيها أماكنهم داخل الفروع والقطاعات، وأعتقد دي فترة مهمة قوي قبل بداية العمل القضائي، والنهاردة تتويج لصبرهم ولاجتهادهم ولكفائتهم وتميزهم إن شاء الله. احنا بنوجه لهم يتقنوا العمل، وأن يتقوا الله في أعمالهم، ويؤدوا أعمالهم بكل أمانة وشرف ونزاهة لتحقيق الرسالة السامية التي يقومون بها. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على أسرار الدولة، وأن أحترم الدستور والقانون. أحمد ربنا على انضمامنا لأعراق هيئة قضائية، هيئة قضايا الدولة، ونتمنى من الله ان احنا نكون على قدر المسؤولية ونحافظ على اموال الدولة من اي حد يفكر ان هو يختلف منها. طبعا سعادة لا توصف اننا نحلف اليمين، واكيد بنوجه للشعب اننا هنحافظ على مصالح الشعب وندافع عن حقوق الدولة. هيئة قضايا الدولة من أقدم الهيئات القضائية، أنشئت عام 1875، وارتفع شأنها بجهد وفكر شيوخها عشان يبقى دورها الرئيسي هو الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته.